قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 بزيارة تفقدية إلى مجمع السلمانية الطبي في إطار حرص معاليه على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وفي مستهل الزيارة ثمن معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة الدعم المتواصل من لدن جلالة الملك المفدى، كما رفع الشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على متابعة سموهما الدائمة لكافة الجهود المبذولة لفريق البحرين الواحد لتعزيز صحة وسلامة الجميع. وخلال الزيارة أشاد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي يقوم بها كافة منتسبي القطاع الصحي، معربا معاليه عن الاعتزاز بالمواقف المشرفة للكادر الطبي الذي وضع نفسه في مقدمة الصفوف في خدمة وطنه وشعبه في كل ظروف، لا سيما خلال جائحة كورونا والتي أظهرت بجلاء مدى التفاني والإخلاص والعمل الدؤوب والمتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للجميع وفق أفضل المعايير العالمية، والتي نالت تقديرا رفيعا من منظمة الصحة العالمية. وأكد معاليه في هذا الإطار أهمية الحفاظ على المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال الرعاية الصحية والطبية، منوها معاليه بأن الحكومة لا تدخر جهدا في دعم القطاع الصحي والنهوض به. وحث معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على متابعة التطور والتحديث في علاج المرضى وتوفير أحدث المعدات وسبل العلاج، مؤكدا معاليه على مواصلة الجهود من أجل المزيد من التطور والتحديث للخدمات الصحية في المملكة وفق أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال. وقال معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أن الحكومة الموقرة حريصة على تذليل كافة الصعوبات للارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة وتطويره ورفده بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة علميا وتدريبيا، وإمداد المستشفيات والمراكز الصحية بكافة المستلزمات الطبية والأدوية والتقنيات الحديثة في مجالات الطب والعلاج، والتوسع في إقامة المنشآت الصحية من أجل توفير أفضل سبل الوقاية والعلاج للمواطنين والمقيمين. وخلال الزيارة قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة تفقدية لمرافق المجمع والاطلاع على آخر التطورات في علاج المرضى عموما ومرضى الكورونا خصوصا. بعدها قام معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالاطلاع على مشروع توسعة قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي. ويأتي مشروع التوسعة في إطار خطة عمل التيسير الذاتي للحفاظ على صحة وسلامة المترددين على هذا القسم الحيوي. وقام معاليه بتفقد أقسام المبنى واطلع على ما تضمنته من أحدث الأجهزة والمعدات والإمكانيات التي تسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة في تطوير خدمات الرعاية الصحية والطبية بمراحلها المختلفة. كما اطلع معاليه على مشروع مهبط الطائرات الجديد بالمجمع. وعلى صعيد متصل قام معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة تفقدية لإدارة التجهيزات والموارد ومخازن الأدوية، حيث تم الإطمئنان على مستوى توفير الأدوية ومختلف المواد الطبية بالمخازن، مشددا على تطوير الإجراءات الرقابية لضمان وصول الأدوية بكل يسر ومأمونية ووفق الاستخدام الصحيح والقانوني. إلى ذلك بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة آخر تطورات تطبيق برنامج التسيير الذاتي في مجمع السلمانية الطبي والإجراءات، كما شدد معاليه على أهمية العمل على تطوير الخدمات الصحية بتوجيهات الحكومة الموقرة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية من خلال تطبيق التسيير الذاتي للمستشفيات. من جانبه توجه رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية سعادة الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة بفائق الشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على تفضله بهذه الزيارة الكريمة إلى مجمع السلمانية الطبي، مثمنا في هذا الصدد زيارة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته الكريمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.